مرحبا، معكم فاطمة راشد، مدربة معتمدة في الحرف اليدوية. أغلبيتكم حضروا ورشاتي، وفي ناس عرفتني من سناب شات. في ناس في الأماكن البعيدة حبوا يتعلمون معانا، بس لأن بعد المسافة ما يقدرون يحضرون معانا الورشات، فابتكرنا فكرة الورشات عن طريق اليوتيوب. لما شفت ان الديكوباج وايد اثر على حياتي واثر ايجابيا على المشتركات اللي معي، حبيت انكم تستفيدوا من هذا الفن. تقدرين تشتركين في هذه الورشات وتوصلك الورشات وانت في بيتك تستفيدين منها. مصورة حاليا ورشات عن طريق الفيديو، فيها تعلمي الديكوباج على الدلة، على المدخن، على الزجاج وخشب وغيرها وغيرها. الحصول على هذه الورشات عن طريق الاشتراك.